طالب المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي وفريق الخبراء الأممي بالنظر في الحملات التي تقوم بها ميليشيا الحوثيين الإرهابية لمصادرة أموال وممتلكات الخصوم في مناطق سيطرتها. وشدد المركز في بيان على التعامل بجدية مع تلك الانتهاكات في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن ووقف سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان بكل تصنيفاتها. المركز أكد أن تلك الحملات تفتقد للمشروعية وتعد انتهاكا خطيرا لحق الملكية وتعميقا للشرخ الاجتماعي الذي تحدثه مثل هذه الأعمال والإجراءات التي تتعدى خصومها السياسيين إلى أقاربهم وجيرانهم ومن يمت لهم بأي صلة. وقال المركز الأمريكي للعدالة إن ميليشيا الحوثي تعمل على جمع بيانات لحصر ممتلكاتهم ممتلكات الشخصيات السياسية والاجتماعية في مناطق سيطرتها، وتعتزم الاستمرار في حملات المصادرة والنهب لتشمل كافة الشخصيات الرافضة لنفوذها. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز العاصمة الإعلامي عبد السلام الغباري. أهلا وسهلا بك معنا عبد السلام. عند الحديث عن الحملات التي يقوم بها الحوثيون لنهب أموال الخصوم وتحديدا في مناطق سيطرتهم كصنعاء وغيرها، هل هناك من إحصائية لعدد تلك الممتلكات وقيمتها التي قام الحوثيون بمصادرتها؟ نعم، ما تزال ميليشيا الحوثي تمارس عملية النهب لأموال المواطنين في صنعاء حتى اليوم، حتى الأمس يعني يتم رصد تلك الانتهاكات وتلك الجرائم. خلال الفترة الماضية نهبت ميليشيا الحوثي وبقيادة المدعو الشاعر أكثر من 7 مليار دولار من الاموال الخاصه ومن الشركات الخاصه، كان ابرزها شركه فودافون وجامعه العلوم ومستشفى سبلاس وغيرها. تلك يعني الاموال يقودها تلك الاعمال تقودها مجموعه يبلغ عددها 32 يقود مصطلح الشاعر بحسب التقرير الاخير لمنظمه سام. تلك الاعمال نعم عبد السلام، يعني هذه الأعمال التي تتحدث عنها عن قيام الحوثيين بمصادرة هذه الأموال خاصة كانت لكيانات أو أشخاص أو شركات خاصة، هل من معلومات تتعلق بقيمة هذه الممتلكات؟ نعم، قلت لك تلك القيمة بلغت بحسب تقرير منظمة سام أكثر من 7 مليار دولار كعملة كنقدية، اما كاصول بلغت نحو 2 مليار اكثر من 2 مليار دولار. وما تزال اعمال النهب الى اليوم مستمره، كاخرها كان يعني وفي تطور ملحد، بعد نهب ميليشيا الحوثي لمبنى او منزل وزير العدل الاسبق العرشاني، يقوم صالح الشاعر باستحداث بناء فوق البناء المنهوب، يعني نهب المبنى ثم عاود ليبني الدور الثالث والرابع، وهذا تطور ملفت في عمليه النهب لاموال المواطنين. طيب ما هي مبررات الحوثيين لمصادره هذه الممتلكات؟ يعني الحوثي يبرر ذلك يعني ويغالط الناس بان هؤلاء كما يقول انهم معاني العدوان وغيرهم، وهؤلاء المواطنون هم الذين عارضوا الحوثي او ممن يعارضون الحوثي، ويتم نهب اموالهم دون يعني بشيء غير قانوني وغير شرعي. طيب عبد السلام، تقرير الفريق الخبراء التابع للامم المتحده تحدث عن نقاط عده فيما يتعلق بالتطورات العسكرية والسياسية والأمنية والاجتماعية حتى في اليمن، وتناول انتهاكات الحوثيين في عدة جوانب، كيف تنظرون إلى زاوية الكتابة ورفع تقرير بما يخص مصادرة الحوثيين لأملاك وأموال الخصوم؟ مجلس الأمن أو المجتمع الدولي هو مطالب أو يعني العون اليمنيون عليه
أن يدين تلك الجرائم إدانة واضحة وإدانة صريحة، ويفرض عقوبات صارمة على تلك القيادات وأبرزهم صالح الشاعر، حتى تخضع الجماعة إلى السن وتعمل على إعادة أموال المواطنين. طيب عبد السلام، هناك أيضا زاوية أخرى نريد أن نسأل عنها. الآن عندما يقوم الحوثيون بمصادرة هذه الأموال والممتلكات، ألا يحدث ذلك شرخا اجتماعيا بينهم وبين هؤلاء الذين قام بمصادرة أموالهم، لا سيما وأن هناك ربما حوارات سياسية قادمة وتفاهمات ومفاوضات؟ صحيح، الشرخ الاجتماعي أحدثه الحوثي من أول لحظة انقلب فيها على الدولة. الشرخ الاجتماعي في كل الجوانب المجتمعية استطاع الحوثي ونجح في إحداث هذا الشرخ الاجتماعي، ونهب الأموال واحدة من الزوايا. نهب الأموال كان آخرها بالأمس، حدثك عن الأمس القريب، يرسلون الشرطة النسائية إلى منزل أحد القيادات العسكرية التي هي في صفوف الحكومة ويطالبون عائلته بالخروج من البيت لمصادرته في شارع الثلاثين، وهذا عمل مدان بكل المسائل. يعني هذا الشرخ، وهذا هو الشرخ الاجتماعي حتى على مستوى العائله التي هي لها مكانه في المجتمع اليمني. نجح الحوثي في افراز تلك القيمه بشكل واضح. نعم، اذا شكرا جزيلا لك مدير مركز العاصمه الاعلامي عبد السلام الغباري.